كيفاش؟ أستاذ الشقر، صباح الخير. صباح النور. مبروك الدخول البرلماني الجديد. مرحبا. أش موجودين في المعارضة لهذا الدخول البرلماني؟ إيوا، كما يعلم الجميع هذا الدخول البرلماني راه ماشي بحال السابقين. أولا تيجي من بعد واحد تحرك عرفوا المغرب، ومن بعد واحد دستور جديد وإصلاحات دستورية، ثم عاوتاني كاين الخطاب الملكي الأخير اللي كان في الافتتاح. صحيح. واللي كان فيه خارطة الطريق كيفاش نصلحوا هذا البرلمان. البرلمان شنو هو؟ البرلمان خص يكون فيه واحد الحوار حقيقي ما بين الحكومة والمجتمع. مع كامل الأسف هذا المستوى باقي ما وصلنا ليش. جاء الخطاب الملكي باش يأكد على اولا احنا بالنسبه لنا اعتبرنا المهمه اللي اعطانا الاولى هي مراجعه النظام الداخلي ومراجعه الاليات، لان النظام الداخلي كيف ما مصوب ما يمكنش نوصلوا به الهدف اللي بغينا. مصوب النظام الداخلي بان الحكومه والاغلبيه ديالها كيديروا ما بغاو في البرلمان. سي شقر، واش نتسناو دوره برلمانيه بحال اللي دازت، يعني فيها شويه لغوات وهذا، ولا نتسناو شي نقاش عميق؟ لا راه الغوات حتى هو يمكن يكون فيه النقاش العميق. البرلمانات نعم. ديال الدول راكم تشوفوهم في الاخبار. نعم. ودول محترمه والناس تدابز وكذا من اجل مصلحه البلاد. نعم. سمعتيني؟ نعم. شنو هو النقاش العميق؟ النقاش العميق مشاو نديروه في شي مكتب دراسات ولا نكلفوا شي اكاديميه. البرلمان مفروض ان البرلمان ينقل الصدى، ولا يكون هو الصدى لاحتجاجات المواطنين ورغبات المواطنين والحاجيات المواطنين وما يطالب به المواطنين والاستفسارات كذلك المواطنين. بغينا تكون واحد المؤسسة اللي هي البرلمان يجيو النواب المعارضة بهذه التساؤلات ويجيو بهذه الاستفسارات ويجيو بالمقترحات والحكومة تجاوب، باش ما نبقاوش نحتاجو نتحاوروا نتناقشوا. الى غادي يكون شي حوار ما بين النقابات والمجتمع المدني والاحزاب السياسيه مع هذه الحكومه يكون في البرلمان. في هذا السياق سي شقر، اش ظهر لك في التصرف ديال السي الرادي والسي مصطفى الرميد في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي؟ من العار ان تصل الامور الى هذا المستوى. وعيب خاصه على الحكومه، وادعوها الى ان تتحلى بالصبر. راه الحكومات السابقة عندما كانت تدبر الأمر، نعم، وعندما كانت تقوم لها المعارضة السابقة لوزير العدل الحالي كان رئيسها، كان تينوض تيقول اللي بغى وكيف ما شاء ويصيح ويصرخ. أحيانا جات طرق احتجاجية اللي ما ألفهاش البرلمان. أول مرة شنا البرلمان تيتهزوا فيه لافتات، تيتهزوا فيه الشعارات، تيتم الضرب على الطاولات. ولذلك لا بأس أن تتحلى هذه الحكومة كما تيقولوا المغاربة بكشابة واسعة شي شوية، وتسمع الاعتراضات والانتقادات. الحكومات لا تخطو، لا تصيح، ما تتغوتش. الحكومات تعمل وتعمل في صمت، تترك الكلام للمعارضة. المعارضة هي اللي يمكن تتكلم لأن ما عندهاش أدوات ديال التنفيذ. الحكومات، وراكم تتذكروا حتى في السنوات السابقة كنا كمعارضة اتحادية نتوجه بالنقد اللاذع للحكومات، ولكن الحكومات تتحمل مسؤوليتها وتجيب بالأرقام وبالمعطيات وبهدوء. ولذلك أدعو الوزراء، وهذه شي حالة ديال الأستاذ الرميد وحدها، دي حالة مع كامل الأسف تكررت عدة مرات في عهد هذه الحكومة، أدعوهم إلى شيء من المسؤولية والصبر وتحمل الآخر وقبول الحوار والإنصات للآخر. في أخباركم أستاذ بأنكم خالقين الحدث في الجرائد وفي الفيسبوك. مرحبا. مبروك المستاش. شوف، نعم، أنا أحكي لك بحال الخرافة. أنا كنت في عطلة. نعم. وفي العطلة خليت ماشي غير المستاش، خليت غير التلحية. إيوا، ومادام الإنسان دخل العمل مشى يدير واحد تصفيف الوجه. نعم. بان لي ولما لا رجعت بي الذاكرة لواحد
30 سنة إلى الوراء، كنت في واحد في سن العشرينات، كنت محتفظ بالموستاش، كنت وين نجرب. إوا لربما يكون لوك جديد وخطة جديدة للدخول. لا لا، ما دخلنا في خطة ولا سلوك، دخلته في الخطة. دريس مسكين بسيط، ما دايروا لا من أجل خطة ولا من أجل والو. سي دريس شكرا، بارك الله عليكم، صباح جمعة مباركة، بارك الله عليك. كيفاش؟ كيفاش؟